قريب. إذا طلعت على قطاع السياحة وقلت أنا بدي يصير عندي دخل سياحي 5 مليارات بالناتج حول المساهمة، كيف سأصل لها؟ يأتي قطاع السياحة وضع رؤية، ما هي العوائق؟ وإذا وضعنا كل ذلك خلال 3 أشهر الأولى من القطاعات يكون عندنا على الأقل رؤية أين سنصل، وهل يمكن تحقيقها بتداخل القطاعات مع بعض؟ قد يأتي قطاع الزراعة ويقول أنا بدي أصير أصدر كذا ألف طن، الجواب إنه ما فيش مي، ولكن بنحط الخطوط العريضة اللي بنبدأ نرجع اقتصاديا إلها، هل يمكن تحقيقها؟ وإن تم تحقيقها ماذا، كيف سنصل إلى رقم أو ماذا سيكون الرقم للاقتصاد الوطني عام 2022 وكم سيجدد؟ بنكون كلنا عن طريقة ومنهاج اللي كل الجهات أخرى عم تشتغل عليه، بنكون عم نطلع على منح اقتصادي بحت، وهل ستحقق التشغيل المطلوب بالأعداد المطلوبة إذا وصلت هذه الأهداف؟ بكون بعد 3-4 شهور اجتماعنا للتجميع وإعادة النظر بكل الخطط، وهل ستصل فعلا إلى الهدف المطلوب لتحقيق النمو الكامل للمملكة؟ إذا أردنا بعدين ندخل بتفاصيل القطاعات الخدمية، الصحة، التعليم، القضاء إلى آخره، ونضع تصورات أو نحط على الأقل العوائق اللي عم تعيق العملية، بتكون فقط توصيات، ولكن مش ضروري ندخل إحنا بتفاصيل الحكومية الرسمية الخدمات المطلوبة. شكرا. شكرا دكتور. يعني في البداية هناك في نوع من الخلط بعد كلمة جلالة الملك بين خطة تأشيرية وخطة فعلية لمدة 10 سنوات. عندما نتحقق نحكي عن رؤية أو خطة تأشيرية شيء، عندما نتحدث عن خطة تنموية 10 سنين، أعتقد هذا بالنسبة للاقتصاد الأردني عمره ما كان اليوم اقتصاد مركزي ولا اشتراكي، لا يمكن نتحدث عن خطة 10 سنين، لأنه هاي بدها موازنات وبدها فلوس وبدها مخصصات مش موجودة. هذا جانب. جانب آخر، المبادئ اللي وردت هنا فيها نوع من التداخل، يعني عندما نتحدث في البنك الاستقرار المالي بعد شوي نحكي عن الاستقرار المالي وبنحط معه النقدي، فبالتالي بيحتاج الموضوع، يعني انا بميل لما طرحه الدور التصنيف القطاعي و المواد اللي وردت هنا ما في شيء عن القطاع الخاص. القطاع الخاص يعني تقريبا يشكل 60-70% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو الاكثر معاناه اليوم، يعني هو الان في موقع التجرين، وكلنا عشنا 3-4 سنوات كارثيه كانت، ان شاء الله نخرج منها بسرعه. فبالتالي محتاجين نحكي مثلا زي ما تفضل استاذ مشير عن مثلا السياحه، لا يمكن ان نتحدث عن السياحه واحنا عندنا قائمة سلبية ل 50 دولة من المملكة كلها، صعب جدا. احنا مع الامن، الامن له سيارة مختلفة، كل دولة فلانية شعوب الامن ما يدخل الاردن، ما في سياحة حقيقية. ايضا موضوع السياسات المالية، اكثر واحد متضرر من السياسات المالية هو القطاع الخاص، ضرائب وضرائب إضافية وإلى آخره. نحن عارفين إنه جيوب الناس خزينة الدولة، بس مش في ضوابط، كل ما زادت الضرائب عند مستوى معين بلش تنزل شنسي وأداء الاقتصاد تراجع، فبالتالي هذا موضوع مهم جدا عندما نتحدث عن السياسة المالية. يعني السياسة المالية 13-14 موازنة ارتفعت 11%. أنا مش مسؤول كقطاع خاص، أظل أدبر 11% و12% و15% لأنه الحكومة عم تستهوي تنفق أكثر، والبديل إذا ما حصلت الإيرادات عملا إنه الإيرادات عم تزيد حسب آخر النشرة المالية لوزارة المالية، طبعا حوالي 20% بس بأول شهرين 3. وبالتالي السياسة المالية هي المفتاح الكبير، والسياسة النقدية المفتاح رقم 2. السياسة النقدية في الأردن لها 4 سنين تشتغل.
في العكس التيار. في العالم في الأزمة المالية نزلوا الفائدة وضخوا الأموال في الاقتصاد ليشجعوا الطلب والنشاطات. إحنا رفعنا الفائدة وسحبنا السيولة وبدأت الشركات تتهاوى. بالتالي موضوع السياسة النقدية مهم، السياسة المالية مهمة جدا. وأنا بقترح يعني بقترح إنه نروح قطاعيا نبتعد عن الخطة إنه خطة تنفيذية. إحنا بحاجة إلى رؤية يعني تأشيري. شكرا. أحكي سعادة ريم بدران لأنه أيضا رئيس الغرفة كان مفروض يكون معنا بس عشان الاجتماع مع السفير الفرنسي السفير البريطاني عفوا اعتذر، بس هو عضو مع إن شاء الله معنا. ففضلي ستي. شكرا. يمكن احنا لساتنا عم ندور حول شو الهدف المطلوب من الورقه اللي احنا بنقدمها، اتفقنا عليها ب 30/1 او بغض النظر عن الوقت. فاحنا يمكن الاطار العام بالنسبه لنا حسب اللي عم بشوفه مش كثير واضح. هل هي رؤيه عامه ولا هل هي خطه تنفيذيه ولا هل هي مهام وسياسات اقتصاديه مطلوبه من الجهاز التنفيذي انه يكون فيه؟ يمكن إذا إحنا دخلنا في الشأن القطاعي متوقع دخلنا بتفصيلات بعيد شوي عن الرؤية إذا إحنا ننظر لموضوع الرؤية. وإذا يمكن معظمكم كان مشارك في موضوع الأجندة الوطنية ولا كنت في الأجندة المقررة الاقتصادي، كانت رائعة ولكن دخلنا بتفصيلات من خلال قطاعات. أنا برأيي إحنا خطابنا اليوم موضوع شوي مختلف عن قطاعات. إحنا بنحكي عن رؤية عامة للاقتصاد الأردني، ونقول إحنا إذا بدنا ندخل في تخفيف موضوع البطالة بدنا نحفز الاقتصاد الأردني. يعني نبدأها بالعكس، مش نقول القطاع الأدوية على سبيل المثال هو القطاع المهم ونحط هدف لقطاع الأدوية ونقول كيف بدنا نوصل إحنا تحقيق هذا الهدف. إحنا نقول باقتصاد عام كيف بدنا نعمل وبالأخير يعني يتحقق هذا معكوسا على نشاطات اقتصادية. أنا برأيي إذا بدينا في موضوع القطاعات احنا بنكون دخلنا في نطاق تقليدي الى حد ما، وحطينا القطاعات اللي احنا بنعتقد انها هي ذات اولويه، وكل واحد له رايه في هذا الموضوع. في بعض الاعضاء في بعض القطاعات متفقين عليها جميعا، مثل السياحه او الادويه او قطاع تنقل المعلومات، ولكن في قطاعات اخرى يمكن اذا احنا مش متواجدين احد بيمثلها حول الطاوله يمكن احنا ما نحطها ضمن اولوياتنا. فأنا أكيد طبعاً موضوع المالية والنقدية هي من يعني سلم أولويات في هذا الموضوع، ولكن حوارنا إنه يدور حول قطاعات أنا برأيي يمكن نبتعد شوي عن الإطار العام اللي إحنا وضعناه لأنفسنا هي رؤية للاقتصاد الأردني في عام 2022. فأنا برأيي مع إني بتفهم موضوع القطاعات وأسهل أصلاً الشغل كثير أسهل، تدخل قطاع وتحط هدف تقول كيف بدي أوصل هذا الهدف كثير أسهل. التحدي الأكبر لما تدخل ضمن إطار عام ومنه تستخلص يعني عناوين عريضة لمواضيع قطاعات اللي هي مثلا تقول اللي بتخفف البطالة، اللي بتشغل العمالة الأردنية، اللي بتزيد من الصادرات، اللي فيها قيمة مضافة أكثر، فيها نقل التكنولوجيا. فضمن هذا الإطار متوقع بيكون ورقتنا غنية أكثر من موضوع قطاعات. شكرا. شكرا. قبل ما طبعا في اتفاد بدنا نسمع من معالي وكل جميع، خليني يمكن انا غلطت اني ما بدات بشو كان انا ما اريد ما اتمنى. احنا ما بدنا نوضع وفي كلمه حساسه قالها دوله سمير بيك انه الحكومه عم توضع خطه. احنا ما بدنا نوضع خطه، احنا لسنا هنا لوضع خطه. لذلك مسارنا مختلف كليا. ما انا كنت اصبو اليه هو مش وضع خطه ابدا. انا هون عم بعمل مثل ما قال الكلمة المشهورة I have a dream. شو الدريم تبعي؟ انه يكون في طاقة متوفرة وبأسعار معقولة. مارتن لوثر كينج. وبحلول مختلفة. هذا حلم، انه هيك بدي الأردن، بدي يكون عندي موازنة متوازنة. هذا حلم. الكلام اللي عم نحكي عنه ان يكون عندنا اهداف للخطة اللي بدها تضعها الحكومة. الحكومة راح توضع خطة كما واضح من رسالة جلالة الملك انه عملوا لي برامج كيف